هي ما يمكنش، لان كاينين شي قوانين كتحتم عليك باش تلعب واحد 10 اللاعبين يكون السن ديالهم ولكن اغلبيه اقل من التشكيله 23. ولكن جل الفرق استعملوا لعبوا اللاعبين اللي ما كيلعبوش بزاف، ولا كيلعبوا الايفان ولا الايفان طلوع كيف كنقول. فلهذا فالوداد انا تفرجت فيه في المقابله ديال مع النادي شباب السوالم، وبانوا بعض اللاعبين، شي منهم هاد اللاعب اللي ريان اليارغوش، لاعب اللي في المستوى، ولكن خصو يخدم، خصو يخدم باش يشد المكانه ديالو ويتسنى الفرصه ديالو. حتى هو لما لا، حيت الظروف دابا ما كتساعدش موكوينه باش يلعب اللاعبين اللي انا حتى نقول الدفاع، لانه دفاع فريق الوداد الرياضي دابا هو يعني نقطه الضعف ديالو. شوف شوف كاين تحسن في هذه المقابله باش تكونوا واضحين، راه كاين تحسن كبير. حتى دوك لي كاتر ديفونسور، لا مفيد ولا ديراني ولا حركاس ولا بوشا، راه باش تلعب ضد نهضه بركان بهذوك القيمه ديال دوك اللاعبين اللي عندهم القيمه ديال دوك لي زاتاكون اللي عندهم وما يديروش عليك لي زوكازيا، راه شيء جميل هذا. واضافه للمبارك حتى هو اللي كان عنده واحد الدور كبير وسط الميدان الدفاعي الى جانب الساخي، فكانت واحد التنظيم اللي كان جيد. راه حتى ناسي ولا شادلي راه كانوا كيرجعوا كيديروا البلوك ديالهم. فعلى العموم فكيف قلت لك راه في هذه المقابله راه كاين واحد التحسن كبير، وهذه المقابله يقدر يخدم عليها، يقدر يعتبرها مقابله اللي مثاليه.